ما شاء الله. وحضور مع استاذنا الغالي ابو سامي الله يحفظه وجميع الحاضرين والله. ما عليكم جود. انت ذكرت يا شيخ ابراهيم الله يحفظك بدايه عن الكرم وما الكرم، ولكن والله يا اخوان الحمد لله قبل حوالي 16 سنه كنا في معرض الامتياز عند اخونا الغالي صاحب المعرض حزام بن عبد الله شكره، وكان شايب معنا جالس من التجار الكبار. اي هذا التاجر يا اخوان ينصحنا نصيحه، يقول يا عيالي لا تجون مثلي، انتبهوا. أيه. انا صرت بخيل ولا عاد قدرت افك البخل، والله ما عاد اقدر. انتبهوا. والله مطير. انتبهوا. مطير مرجل. ينصحنا. أيه. يقول والله العظيم دحين لو انفق لي 10 ريال اسخن. لو كذا اي والله. يا ولد يا ولد. ينصحنا قلنا جزاك الله خير، قال تدرون هذا الشايب يا جماعه اكثر رجال يقول توه يقول باي يقولون انه توه بايع له ارض ذاك الوقت ب 2 مليار. اوش الله ب 2 مليار الله لا يلوم. يقول اعطيكم بس قصه من بخلي ولا غيبه لمجهول. يقول يقول سنت من السنوات يقول انا عندي ملايين دحين. يقول كركم الله والحاضرين اردت ان اشتري بقرطن من الخرج، ما ذكرت لي بقرطن طيبه ابي اتمنحها. اسلم. يقول لا 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 مره ارتح ارتح مره ارتح كمل كمل يا شيخنا. يقول يقول هذا التاجر هذا يقول مذكرت اللي بقرت المخرج ورحت وشريتها منهم البقره ذي، فقالوا لي بنجيبها لك الى الرياض اجار 200 ريال. قلت لهم انا مهبول اعطيكم 200، الونيت عندي الونيت عندي والسواق عندي. شو لها اجار؟ ايش لها اجار؟ يقول بجيكم باسل. يقول لهم جا باسل جاي ويا سواقه مصري ومعهم الونيت ويحملون البقره ويجون جايين الى الرياض. يقول يوم جاء في نص الطريق ويجيب الله ذاك المطر، يقول يجيب الله ذاك المطر وتزلق السياره. يقولون انقلب. يقول البقره مدخلت ظروفها علي بغت تفقع راسي. يقول ويخيطوني 11 رتبه في جبهتي. والمصري تنكسر يده والبقره تموت والصلح موت ب 9000 ريال. يقول نعوذ بالله. يقول لوني دافع عند 200 فكتني من هذه كلها. فيقول فاحيانا ان البخل مصيبه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويقول الشاعر الآخر تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء. أما ما أطيل عليكم القصة الثانية العجيبة وهذا يذكرها واحد من الشبان، يقول كلام ذا قبل حوالي 70 سنة أو 80 سنة. أسلم. أحد التجار البخلاء هذا تاجر بخيل عنده من ريالات الفرنسي ذيك الحين ما بها الا ريالات الفرنسي. فرنسي وسعودي. فرنسي قبله. اي يقول جاء مرض مرضه المخوف بيودع الدنيا. الان ما بعد مات قالوا عياله يا جماعه وش رايكم نشوف لنا حفار قبور؟ طيب يا شيخ راشد. ياخذ مقاس مقاس ابونا يحفر له قبر يولم القبر. لا مات ابونا لان ما ندور احد يحفر القبر او كذا. قالوا طيب نادوا لهم حفار قبور قالوا نبغاك تاخذ مقاس ابونا، ابوهم حي الى الان ما بعد مات حي ويسمع. اخذوا مع خيط حفار قبور خذ مقاسه بالطول مقاسه بالعرض. قالوا كم بتحفر القبر؟ قال بحفر قبر ب10 ريال. قالوا عياله ليه؟ الناس يحفرون ب5. قال الارض قاسيه وشتاء الا الحفار يقول ب10 وعياله يقولون ب5 10 5 ابوهم الحين يسمع. قام ابوهم وقال كانها ب10 والله ما طبه. يقول كان ب10 والله ما طبه، اذا مت طبيته غصب. بخيل وراه بخيل. نعم. فهذه هي صحيح. فهذه من المصائب العظيمة. الان شوفوا يا اخوان يدعي الدنيا
ويكاسر عند خمسة وعند عشرة وهم يحفرون القبر. الله نسأل السلامة والعافية. عندنا قصص بس نفتح المجال ولعلنا إن شاء الله. هذه هدية يا أخ راشد الشيخ سم علشان قلت أبو صالح ما هو شايب. الله يجزاك مقبول مقبول أبو صالح. القصة هذه اللي حتى أبو صالح تسوى عنده واجب مقبولة مقبولة لكن إلى نهاية الحلقة. لا بد أبدا أعطيه ما وراه ما حد يرد.